وإلى خبر آخر، حيث اعترف من مسيلة وزير الموارد المائية علي حمام بوجود معضلة المياه الصالحة للشرب بهذه الولاية، واعدا بتموين بلديات الولاية بالمياه من سد الكدية أكردون من سد كدية أكردون. هذه المنطقة هي ما فيهاش الماء، كان عندها نقص وعجز كبير. هي تمون خمس بلديات تمون ولا سبع بلديات تمون من كدية أكردون، ولكن مسيلة ما كانت تديش الكمية المطلوبة. فيها حلين، الحل المستعجل هو نعطيو لهم الكمية الإضافية من 21 ألف متر مكعب اليوم، نعطيو لهم حتى 35. الحل الثاني لحل هذه المعضلة لهذه المنطقة هو إنجاز قناة واحدة اللي تكون مع القناة القديمة اللي منجزة وتكون وحدها حتى نوصلوا ل 45 حتى 47 ألف متر مكعب. إمكانيات وضحنا مع السيد الوالي 10 مليون دينار جزائري لكل بلدية، والجزائر المياه متواجدة منا حتى لسنة 2020، آخر سنة تكون كل البلدية مدارة. وأعلم باللي الجزائر المياه هي تابعة للبلدية لأنها هي تسير.